بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 23 بعد 120. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: أن أرجو أن تفسروا الآيات في سورة البقرة في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وهي آية الكرسي، وهي ورد للمسلم حينما يقرأها عند النوم، فإنه لا يقربه شيطان ولا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. وذلك لأن الله جمع فيها في أوصافه سبحانه بين النفي والإثبات، نفي النقائص عن الله جل وعلا وإثبات صفات الكمال له سبحانه وتعالى، فهي آية عظيمة. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول فضيلة الشيخ: تقرأ بعض الطالبات في المجلات لمجرد القراءة والتسلية بحظك هذا اليوم أو بحظك خلال الأسبوع أو الشهر، ما حكم قراءة مثل هذه مأجوري؟ هذا حرام ولا يجوز النظر فيه ولا ترويجه على الناس، لأنه من ادعاء علم الغيب ومن الأخذ بأقوال الكهان والمنجمين، فلا يجوز هذا، ويجب إتلاف هذه الأوراق أو حجب هذه القنوات التي تشوش على المسلمين في ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج يقول: أرجو من الشيخ صالح حفظه الله أن يتحدث عن مسؤولية إمام المسجد والواجبات المناطة به وأيضا بمؤذن المسجد. نعم، كلاهما الإمام والمؤذن عليهما مسؤولية عظيمة، هذا عليه مسؤولية الأذان ومراقبة الوقت، وهذا عليه مسؤولية الصلاة والإمامة. قد قال صلى الله عليه وسلم: المؤذن مؤتمن، أي مؤتمن على الوقت، والإمام ضامن لصلاة من خلفه، فإذا حصل في صلاتهم خلل بسببه فإنه يتحمله، أما إذا أتقن الصلاة فله أجره وأجر من خلفه، وهذا فضل عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم، فإن أحسنوا فلهم ولكم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. يجب على الإمام أن يهتم بهذه المسؤولية ويشكر الله على هذه النعمة. الإمامة فيها فضل عظيم، لأنه يحافظ على صلاة الجماعة، ولأنه له من الأجر مثل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ضامن، فيجب عليه أن يحافظ على الإمامة، يحافظ على الوقت، لا يتأخر من غير عذر، وإذا تأخر لعذر فإنه ينيب من يصلي عنه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وكذلك عليه ألا يشق على المأمومين في تطويل الصلاة، تثقيل القراءة، ولا يخفف الصلاة تخفيفا يخل بها، بل يتوسط. قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه يعني منفردا فليطول ما شاء. الإمام يراعي أحوال المأمومين، ولا يعجل الإقامة حتى يفوتهم الصلاة، ولا يؤخر حتى يثقل عليهم في الانتظار، وإنما يتوسط في هذا. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما المراد بالآية الكريمة: إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ومن هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه الآية في سياق وصايا الله جل وعلا لنساء نبيه. المراد بأهل البيت هنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهن داخلات في أهل بيته، وأيضا أهل بيته قرابته من بني عمه، من آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل المطلب على قول، فهؤلاء كلهم من أهل البيت.
البيت. وبمعنى أوسع فإن الآل كل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من آله، فالآل فيهم عموم وفيهم خصوص. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل: إذا كنت قد اقترضت من أحد الأشخاص مبلغا من المال وحال عليه الحول وما زال المبلغ معهم ولم يرجعوه لي، فهل علي زكاة؟ إذا كانوا مماطلين أو معسرين ولا تدري هل يردون لك المال أو يعجزون عن ذلك أو أن تعجز عن أخذه منهم، فلا زكاة فيه حتى تقبضه وتزكيه عن سنة واحدة. أما إذا كان هذا المال في ذمة ناس باذلين أغنياء وباذلين لتسديد متى طلبته، فهو في حكم ما في يدك، تزكيه كل سنة كل ما يحول عليه الحول. نعم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، في وقتنا الحاضر كثرت وسائل الاتصالات من أنترنت وقنوات أشغلت الناس وأشغلت طلاب العلم عن العلم النافع، وأصبح الجميع ينظر إلى تلك الاتصالات. فضيلة الشيخ يقول هذا السائل: ماذا نعمل؟ كيف يكون عندنا توازن في علمنا الشرعي وواقعنا اليوم؟ أنت إنسان عاقل ومؤمن، فلا تشغل نفسك بما لا فائدة لك فيه أو ما فيه مضرة على دينك، لأن هذه القنوات كثير منها تروج الضلال والشكوك في الدين والفتاوى الخاطئة، ففيها شر كبير، وينشر فيها الضلال والسحر وغير ذلك، لأنها لا ضابط لها، فعليك أن تجتنبها وأن تجنب بيتك ومن فيه من هذه القنوات التي تجلب الشر وتحدث الشكوك في الدين وربما تحدث الجدل بين الناس غير طائل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: رجل ظاهر من زوجته وبدون علمه بالكفارة، فصام 3 أيام ظنا منه بأن ذلك يفي وكفرته الصيام. هذا غلط. كفارة الظهار إذا كفر بالصيام فإنه يكون بالصيام 2 متتابعين، ولكن كفارة الظهار مرتبة، ليست هي الصيام فقط، فالصيام قبله العتق، إذا قدر على عتاق رقبة يعتقه، تحرير رقبة، فإن لم يجد الرقبة فإنه يصوم 2 متتابعين، فإن لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا، فهي على الترتيب وليست على التخيير، وهي في ذمة المظاهر، يجب عليه المبادرة، وأيضا يجتنب زوجته، لا يجامعها حتى يكفر بالعتق أو يكفر بالصيام، يتجنبها من قبل أن يتماس. نعم. أحسن الله إليكم يسأل عن الطهارة، يقول: بالنسبة يا شيخ صالح لمداعبة الزوجة بدون إنزال، هل توجب الغسل؟ إذا كان ما لم يحصل إنزال وإنما هي مداعبة فقط فلا يجب عليه الغسل، لكن قد يخرج منه مذي، يحتاج إلى غسل واستنجاء ويحتاج إلى وضوء، لأن خروج المذي ناقض للوضوء، وأيضا هو نجاسة تنضح بالماء. نعم. يقول فضيلة الشيخ: نحن نسكن في سكن مجموعة من الطلاب وفي مكان واحد، هل يجوز لنا أن نصلي جماعة في مسكننا أو يلزمنا الخروج للمسجد؟ إذا كان بجواركم مسجد قريب تسمعون الأذان فلا يسعكم أن تصلوا في منزلكم، بل يجب عليكم الحضور في المسجد وإجابة النداء، الصلاة مع المسلمين. نعم. يسأل يا فضيلة الشيخ الأخت السائلة تسأل عن بخاخ الربو بالنسبة للمرأة وهي صائمة يا شيخ صالح. إذا أخرته إلى الليل فهو أحوط وأحفظ لصيامها، وإذا لم تستطع قد صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة بإباحته للمحتاج إليه لمرض الربو. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هذا عندي شكوك في الطهارة، فأنا عندما أؤدي الصلاة وعندما أكبر أقطع صلاتي وأذهب للوضوء مرة ثانية، هل هذا يخل بصلاتي فضيلة الشيخ؟ نعم، هذا من الشيطان، عليك بعدم الالتفات إليه والاستمرار في صلاتك، لأن الطهارة باقية حتى تتيقن الحدث، تيقن حصول الناقض، أما مجرد الشكوك والوساوس فلا تبطل الطهارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ: قرأت عن الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ما معنى هذا؟ ولو تصدق الفقير هل يؤجر على ذلك؟ نعم، يؤجر على ذلك. ما كان عن ظهر غنى يعني ما كان فاضلا عن حاجته وحاجة من يمونه، من ينفق
عليه، فما فضل يتصدق منه، وإذا تصدق ولو بقليل وهو فقير فإنه يؤجر على ذلك. الحديث خير الصدقة جهد المقل. نعم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، والدنا منذ 5 سنوات وهو في المستشفى ونحن أولاده 6، لنا أولادنا ومشاغلنا وظروفنا صعبة جدا، وما يقارب من 5 سنوات في غيبوبة تامة، وأحضرنا له خادم يقوم بخدمته ونأتيه من الشهر إلى الشهر، هل علينا في ذلك شيء فضيلة الشيخ؟ نعم، أحسنتم في إحضاركم الخادم الذي يلازمه ويراقبه نظرا لانشغالكم وعدم تمكنكم من ملازمة حضوره، ولكن الشهر بعيد فعليكم بزيارته يوميا، مراقبته يوميا. نعم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: الكثير من النساء في العمرة يستعملن البرقع والنقاب الواسع وهن يطفن أو في المسعى. حرام هذا، المحرمة لا تلبس البرقع ولا النقاب، وإنما تلبس الغطاء على الرأس وعلى الوجه، تسدي الخمارها على وجهها كما قالت عائشة رضي الله عنها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، تغطي وجهها بغير البرقع والنقاب، تغطيه بالشيلة أو الخمار وتستره عن الرجال، وأما البرقع والنقاب فهو من محظورات الإحرام بالنسبة لها. نعم. هذا يسأل عن حكم الصلاة خلف من أسبل ثوبه. الشيخ يناصح، الصلاة تصح لكن لا يتخذ المسبل إماما، لكن لو جاء وهو يصلي وليس هناك جماعة أخرى فإنه يصلي خلفه ولا يترك صلاة الجماعة، ويناصحه بعد الصلاة يبين له. نعم. يقول مصلي: يا شيخ، دخل والإمام في التشهد الأخير، فهل يدخل مع الجماعة أو ينتظر جماعة أخرى؟ إن كان يعلم أنه سيأتي جماعة قريبا فإنه ينتظرهم، وإن كان لا يدري هل يأتي أحد أو ما يأتي فإنه يدخل مع الإمام لأجل يحصل على الأجر في الدخول مع الإمام والمتابعة. نعم. أحسن الله إليكم، هذه سائلة تقول بأنها فتاة تبلغ من العمر 20، تقدم لخطبتها شاب ملتزم وهو مؤذن بأحد المساجد، تقول: لكنني لا أرغب في الزواج منه لأنني لا أحبه بل أكرهه، ووالدي مصر من قبلي هذا، فهل أأثم في ذلك يا شيخ في رفضه، وهل يدخل ذلك في ضمن من ترضون الدين له؟ إذا كانت لا ترغبه فلا تجبر عليه ولا تقدم على الزواج منه وهي لا تحب الزواج منه، الزواج عن رغبة، الزواج عن رغبة، إذا كانت ترغب الزواج منه وهو كفء لها فإنها تتزوج منه لما في الزواج من المصالح، أما إذا كانت تكرهه ولا ترغبه فإنها يرزقها الله سبحانه وتعالى غيره، وليس لوالدها أن يجبرها أن تتزوج شخصا لا ترغب ولا تحب الزواج منه. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة أيضا تقول: فضيلة الشيخ، ما صحة قراءة سورة الفاتحة 100 مرة أو 10 مرات لتلبية قضاء الحوائج، وإذا لم تكن واردة فما الوارد الذي صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قضاء الحاجات؟ الذي صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء في القرآن هو الدعاء، يدعو الله عز وجل أن ييسر له ما يحتاجه وأن يعينه وأن يرزقه، والله قريب مجيب. وأما قراءة الفاتحة فلا أصل له على هذه الصفة، ولو صلى ركعتين ثم دعا ربه أن يرزقه حاجته فهذا حسن. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: عادة أترك الوتر ولا أصلي إلا مرة في الأسبوع، فهل يقضى الوتر وهل أأثم بتركه؟ نعم، لا ينبغي تركه ولا يتركه مدة أسبوع، بل إذا تركه من الليل فإنه يقضيه في النهار ويشفعه، هذا هو السنة، إذا تركه من الليل لمانع منعه أو نوم فإنه يقضيه ما بين ارتفاع الشمس إلى دخول وقت الظهر، يقضيه مع شفعه. نعم. أحسن الله إليكم، ماذا يقصد يقول هذا السائل بإصلاح ذات البين، وما الأجر المترتب على من قام بذلك، وهل يدخل بذلك المشاكل الزوجية بين الأقارب؟ نعم، إصلاح ذات البين هو تسوية النزاع بين المختلفين والسعي في إزالة الخصومة، وهذا فيه أجر عظيم، قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الإصلاح مطلوب، قال الله جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أطيعوا الله ورسوله كنتم مؤمنين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فساد ذات البين هو الحارقة، لا أقول تحارقة
تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، ومنه الإصلاح بين الزوجين، ومن بابي من باب أولى. نعم، أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، بالنسبة لوقتنا الحاضر نقوم بإعداد الطعام وتوزيعه عند وفاة قريب لنا ونبعث به إلى أهل المتوفى، ما حكم مثل هذا العمل؟ ما البعث به إلى أهل المتوفى بحاجتهم هذا سنة. قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. أما التصدق به والتوسع في ذلك، التصدق مشروع في كل وقت، أما تخصيصه في هذا الوقت فلا وجه له. نعم، أحسن الله إليكم الشيخ. تقول الأخت أم سلمة: نحن النساء إذا صلت المرأة المغرب ثم جاءتها الدورة قبل أذان العشاء، هل تقضي صلاة العشاء؟ لا أتقضي، لأنها لم تدركها ولم تجب عليها، دخل عليها وقت العشاء وهي حائض فلا يلزمها قضاء العشاء، بل لا يشرع لها ذلك. نعم. تقول الأخت مدرسة: بالنسبة لرواتبي أجمعها في البنك، فهل عليها زكاة؟ بلا شك، إذا توفر لديها ما يبلغ النصاب حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. نعم. يقول هذا السائل: يا شيخ، هل يجوز للخاطب أن يتكلم مع خطيبته قبل الزواج؟ أطلب تفسيرا واضحا حول هذه المسألة. نعم، يتكلم لمصلحة الزواج، يتفاهم معها، كلمها لأجل أن يمضي في التزوج منها أو يتركها، من أجل التفاهم ومصلحة الزواج. نعم. تقول هذه السائلة بأنها امرأة مطيعة لزوجها ومتقيدة بأوامر الله وبالصلوات، لكن تقول: لا ألقى هذا الزوج بسرور وبوجه طليق، وذلك لأنه لم يؤدي الحقوق الواجبة عليه من حيث الكسوة. تقول: ولقد هجرته في فراشه، هل علي إثم في ذلك؟ لا تمتنع منه في فراشه، وعليها الصبر والاحتساب، لعل الله أن يحسن عشرته معها، ترجو الله عز وجل وتحسن إليه، لعل الله أن يجعل ذلك سببا في ميوله إليها، ولا تمتنع منه في فراشه، إلا إذا منع منها ما يجب لها من النفقة فلها أن تمتنع حتى يسلم لها نفقتها. نعم. يقول: نحن مجموعة زملاء في العمل، وقد لا يكون عندنا عمل باستمرار، فنقوم بقراءة القرآن في وقت العمل، هل في ذلك شيء؟ إذا كان هذا لا يؤثر على العمل فلا مانع، أما إذا كان هذا يؤثر على العمل ويقطع العمل، تجلسون تقرؤون تتركون العمل، فهذا لا يجوز. نعم. أخيرا الشيخ يقول: إذا فاتت الركعة الأولى أو الثانية مع الجماعة، فهل يقرأ القاضي لصلاة السورة مع الفاتحة باعتبارها قضاء لما فات، أو يقتصر على قراءة الفاتحة؟ الصحيح أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، وما يأتي به بعده بعد سلامه هو آخر صلاته، فيطبق هذا على هذا القول الصحيح، يقرأ في أول صلاته في الركعتين الأوليين من القرآن بعد الفاتحة، وفي الركعتين الأخيرتين أو إحداهما يقرأ الفاتحة فقط. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية. شكرا لحضراتكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على تواصلكم معنا في برنامج نور على الدرب، وهذه تحية من زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.